بدرية ازيك؟ هو الحاج احمد موجود؟ خير يا بدرية، مالك في ايه؟ انا كويسة. كويسة؟ لا انت مش كويسة خالص، ده انا عمري ما شفتك كده. هو الحاج احمد موجود يا سميحة ولا مش موجود؟ اه موجود. طب قولي له اني عاوزاه ضروري. في حاجة يا اختي؟ لا انا بس عاوزاه في حاجة في الشغل. حاضر هندهولك. خير يا مرات اخويا؟ لا الله، استغفر الله العظيم، ما تعمليش كده يا بدريه. حياتها عيالي ولا ما وربيهم. انا ما جالي نوم من ليلتها وحاسه انك كان معاك حق في كل اللي قلته وعملته فيا. طيب خلاص حصل خير. الخير هو اللي انت عملته. الخير انك تاخد بالك مني وتتستر عليا وتحميني من نفسي ومن شيطاني. لا اله الا الله. شيطانك هو الفلوس والشطحان، وشطان الفلوس عامل زي النداهة ما يفرقش كتير، يندهلك يسحبك وراه لحد ما تروحي مكان ما هو عاوز، وبعد كده تفوق تلاقي نفسك غرزة في الطين والوحلة. ما انت اللي سحبتني من الطين والوحلة دول عشان ما نتعكش معاك في الطين. أسره ازاي؟ استر عليا وما تفضحنيش. ولو انت فاكر ان انا مش خايفة على فتح جوزي، خاف انت على اخوك. فتح لو جه وهو فايق وعرف اللي حصل هجيله نكسة يقع منها وما يقومش. بدرية ما تجننينيش، يعني انت عايزة تفهمين اني جاي لحد هنا علشان خايفة على شعور فتحي؟ وحياتها يالي ما جابني خير كده. ولما انت حاسسة كده عملت اللي بتعمليه ده ليه من الاول؟ بتخرج من بيتك من اصله ليه؟ تلفي على كازينوات وكبريهات ونوادي وماشي على حل شعرك، كان ايه السبب؟ غباوتك انك فهمت انك ذكية قوي، غباوتك فهمتك انك واخدة مغفل من بيت مغفلين، ما تعرفيش انك وقعتي مع شوية صيح. هيبقى اسود فعلا لو ما ارتجعتيش عن اللي انت بتعمليه ده يا بدرية. ابوس ايدك. خلاص ابوس ايدك انا، كفاية اللي بتعمليه ده. قومي شوفي هتقعدي مع سميحة ولا تعملي ايه. اذا كان على الصور محدش هيشوفها، على شرط واحد. امرني يا اخويا. اللي عملتيه ما يتكررش تاني تحت اي ظرف. والعمر هيحصل تاني ابدا. مكتب السفير الألماني رد علينا ومرحبين جدا بالتعامل معانا، وبعتولنا أسعار الأوتوبيسات وساعة كل أوتوبيس، وأنا رديت عليهم بكل مواصفات الأوتوبيسات اللي احنا عايزينها، وردوا إن سعر الأوتوبيس الواحد 2000 مارك بلس 10% أو ماينس 10% على حسب الاتفاق النهائي ما بين شركة الريان وشركة مرسيدس. خلصت كلامك؟ مبدئيا إيه؟ احنا فين بقى في اللي انت قلتيه ده؟ يعني انت بعتي وهم ردوا، وبعدين بعتي تاني وهم ردوا تاني، وبعتي تالت وهم ردوا تالت، كأننا مش موجودين انت وهما بس. ما هو يمكن كانت بترجع في الامور دي كلها للحاج احمد. لا طبعا يا حبشي، لانها لو رجعت لاحمد كان اكيد قال لي. انت صح يا حاج محمد، انا ما رجعتش للحاج احمد ولا تصرفت مني ليهم، لان انا عندي الانبوت الكافي اللي يخليني اخد القرار من غير ما ارجع لكم. استنى حضرتك، انا سمعتك بتقولي حاجه غريبه، ايه اللي هي ايه دي يعني؟ الانبوت دي بالترجمه الحرفيه يعني المعطيات، وبالبلدي كده يعني انا عندي كل المعلومات اللي تخليني اعرف اتصرف بنفسي، وعرف كمان احنا عايزين كام اوتوبيس، وعارفه ساعه كل اوتوبيس احنا طالبينه، وكمان عارفه انك ما تقدرش تخاطب الحكومه المصريه الا لما يكون عندك ما يفيد انك عملت اتفاق اولي مع الملحق التجاري للسفاره الالمانيه او ما ينوب عنه، وعارفه حاجات كتيره قوي كمان عن المشروع اشك ان الحجاج نفسهم يعرفوها. وانا اشك ان انت اهلك علموكي تتكلمي مع اللي اكبر منك. انا اهلي ربوني كويس قوي وعلموني كمان ان ما ردش الاهانه باهانه. خلاص بقى، انا عارف انك ما بتغلطيش وماشيه زي الساعه يا ستي، بس تعالي نتفق انا وانت كده ان في صباح الخير افهم منها انك يعني تعزيني طيقاني، وفي برضه هي صباح الخير سبحان الله واعرف منها انك مش طيقاني. بس انا ما فيش ما بيني وما بينه حاجه وحشه ولا حاجه حلوه، انا بعمل شغلي وبس وبعمله كويس قوي كمان، ومش ذنبي ان هو متضايق مني عشان انت فرضتني عليه، ومش ذنبي برضه ان انا مش زي بقيه الموظفين اللي بيتمحلسوا له وبيبوسوا ايده. لا استني بس، بيتمحل ايه؟ بيتمحلسوا له. يا نهار اسود، احيانا احس انك من الزمالك. بيتمحلسوا له دي احس بقى اني خدتيها عوم لحد بلقان. المشكله مش انه بس تجاوز، المشكله في انه ضيع الوقت في موضوع تافه وكهرب الدنيا من غير سبب حقيقي، وكمان كان في حاجات مهمه جدا لازم يعرفها وما عرفهاش بسبب انه ضيع لي وقت. طب اهدي بقى، اهدي انت لو سمحتي، خليني اعرف اللي هو ما عرفوش. اتفضل.
باين بالاماكن المقترحه لورش الصيانه ومحطات البنزين. بسم الله ما شاء الله، انت كمان هتعملي محطات بنزين؟ طبعا، والمحطات دي نوعين، محطات بتخدم الاتوبيسات بس ومحطات بتخدم كل وسائل السير والمواصلات. وانا عن نفسي برشح النوع التاني من المحطات دي، وان كانت تكلفته هتبقى اعلى، لان المحطات دي ما بتبقاش متطرفه زي المحطات اللي بتخدم الاتوبيسات بس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تحبي ارفد لك الحاج محمد؟ ما بحبش حد يقول لي حاجه هو ما يقدرش يعملها. طيب ممكن بقى تسمحي لي اقول لك على الكلام اللي انا قده؟ اوكي وتنفذي. اتفضل. تقومي معايا دلوقتي ونروح للحاج محمد انا وانت ونبصره.